السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، درسنا لليوم المحددات وقاعدة كرامر من مقرر ريض 152 للصف الأول ثانوي. نبدأ بأهداف الدرس. هدفنا الأول أن نحل نظام من معادلتين خطيتين في متغيرين. أما الهدف الثاني فأن نحل نظام مكون من ثلاث معادلات خطية. ننتقل إلى الهدف الأول. في البداية يجب أن نعرف ما هي قاعدة كرامر. قاعدة كرامر تقول إذا كانت C مصفوفة المعاملات للنظام AX زائد BY تساوي M، FX زائد GY تساوي N. نلاحظ أن لدينا معادلتين حيث C تساوي، أخذنا في C معامل الX A ومعامل الإكس الآخر F، معامل الواي B، ومعامل الواي الأخرى في المعادلة الثانية G. فإن حل هذا النظام هو XY. نلاحظ أن لدينا محددة هنا تسمى هذه المحددة دلتا X. من أين نوجدها؟ M وN وهي النواتج، مكان الX، ثم معاملات الواي وهي بي وجي. قسمة محددة المعاملات من التي أوجدناها قبل قليل. ونلاحظ هنا أيضا تسمى دلتا واي، ودلتا واي تكون معاملات الإكس ثم الثوابت التي لدينا وهي أم أن. قسمة محددة السي، وذلك إذا كانت محددة السي لا تساوي صفر. نرى ذلك في مثال. يقول المثال: حل النظام الآتي باستعمال قاعدة كرامر. 4x ناقص 5y تساوي 39، 3x زائد 8y تساوي سالب 6. نتذكر قاعدة كرامر. نلاحظ أن الأربعة والثلاثة معاملات للإكس، فتكون الـ A تساوي 4 والـ F تساوي 3. أما سالب الخمسة والثمانية فهي معاملات الواي، وتكون B تساوي سالب الخمسة والـ G تساوي 8. أيضا لدينا حدود ثابتة وهي 39 وسالب 6، فتكون الـ M تساوي 39، أما الـ N تساوي سالب 6. ننتقل الآن إلى إيجاد المحددة المعاملات وهي محددة C. نلاحظ الخطين تساوي، نضع معاملات الX معاملات الY. كيف نوجد معاملة محددة من الرتبة الثانية؟ نقول 4 في 8 ناقص 3 في سالب 5، فيكون الناتج 47. الآن نوجد دلتا X التي قلنا في السابق أنها المحددة الموجودة في البسط، فتساوي نأخذ مكان معاملات الX الحدود الثابتة فتكون 39 وسالب 6، ثم معاملات الY سالب 5 و8. نوجد قيمة المحدد فتكون 39 في 8 ناقص سالب 6 في سالب 5، فيكون الناتج 282. الآن ننتقل إلى إيجاد دلتا واي، فنقول معاملات الإكس ثم الحدود الثابتة فتكون 4 3 الحدود الثابتة 39 وسالب 6، فتساوي 4 في سالب 6 ناقص 3 في 39، فيكون الناتج سالب 141. الآن نوجد الإكس فنقول أيضا دلتا إكس على محددة السي أو محددة المعاملات، فتساوي 282 قسمة 47، فيكون الناتج 6. أما الواي فهي دلتا واي على محددة المعاملات، فدلتا الواي تساوي سالب 141 قسمة 47، فيكون الناتج سالب 3. أما الهدف الثاني فأن نحل نظام مكون من ثلاث معادلات خطية. نستعمل قاعدة كرامر لحل نظام من ثلاث معادلات خطية.
يقول إذا كانت سي مع صفوفة المعاملات للنظام التالي الذي لدينا، حيث سي تساوي سوف نأخذ معاملات الإكس بنفس الترتيب للمعادلات التي لدينا، فأي اف جي ونضعها في العمود الأول، ثم ننتقل إلى معاملات الواي بي جي كي ونضعها في العمود الثاني، ثم معاملات الزد سي اتش ال ونضعها في العمود الثالث، فإن حل هذا النظام هو اكس واي زد، حيث ونتذكر أن ما هو في البسط هو دلتا اكس. دلتا اكس كيف نوجدها؟ لا نضع معاملات الاكس بل نضع الثوابت، فنقول ام ان بي، ثم معاملات الواي بي جي كي، ثم معاملات الزد سي اتش ال. ننتقل الى واي ويكون بنفس الطريقة، ولا ننسى القسمة على محدد المعاملات، والزد أيضا بنفس الطريقة، دلتا الزد قسمة محددة المعاملات، وإذلك إذا كانت محددة المعاملات لا تساوي صفر. أما في السؤال فيقول حل النظام الآتي بقاعدة كرامر، لدينا مجموعة من المعادلات، نلاحظ أن في المعادلة الأولى لدينا إكس واي، المعادلة الثانية لدينا اكس زد، في المعادلة الثالثة لدينا واي وزد. نلاحظ أن ينقصنا في المعادلة الأولى زد، فيكون معامل الزد صفر. في المعادلة الثانية لدينا اكس وزد، فيكون معامل الواي صفر. ولدينا في المعادلة الثالثة واي وزد، فيكون معامل الاكس بصفر. إذن الأربعة والسبعة تعتبر معاملات الإكس، أما سالب الخمسة والثمانية فمعاملات الواي، ثلاثة وسالب خمسة معاملات الزد، وسالب اثنين، سالب سبعة واربعين، سالب ثلاثة وستين هي الحدود الثابتة. نوجد الآن محددة المعاملات وهي محددة السي، فتساوي نرى ماذا وضعنا. من المعادلة الأولى أخذنا معامل الإكس 4، من المعادلة الثانية 7، من المعادلة الثالثة لأنه لا يوجد إكس فالمعامل قلنا صفر. ننتقل إلى العمود الثاني وهو معاملات الواي، من المعادلة الأولى أخذنا سالب الخمسة، المعادلة الثانية ليس لديها واي فيكون المعامل صفر. المعادلة الثالثة لدينا 8 كمعامل واي. ننتقل الآن إلى معاملات الزد، في المعادلة الأولى ليس لدينا زد فيكون معاملها صفر. معامل المعادلة الثانية من زد فيكون ثلاثة، معامل الزد في المعادلة الثالثة سالب الخمسة. كيف نوجد محددة المعاملات؟